للمزيد من تداعيات قصف الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل، معنا هاتفيا من مدينة مالمو الباحث السياسي عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك سيد عبد الرزاق. إذن من جديد في حلقة يعني جديدة من سلسلة انتهاك إيران كل الأعراف الدولية. القصف شمل متعاقدين أجانب يعملون لمصلحة شركة أمريكية بحسب أمر قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين. كيف ترى رد فعل الحكومة في العراق على تلك الانتهاكات؟ تحية لك سيدي ومشاهديك الكرام. أهلا بك سيدي العزيز. الميليشيات الولائية والساسة الذين يعملون لصالح إيران في مراكز القرار العراقي فتحوا شهية إيران لاستهداف العراق، ولطالما حذرنا من أن ذيول إيران خنجر مغروس بخاصرة العراق ويجب التخلص منهم، لكن للأسف الشديد ما نسمع صوت. طبعا يعني ما أنكر الانتفاضة التشرينية، لكن الحقيقة احنا بحاجة الى انتفاضة اخرى، والا هذه الصواريخ اللي تطلقها الميليشيات الولائية ما راح نخلص من عدها. هي تنتظر اوامر ايرانية وتطلق الصواريخ، وهي تعلن علما تعلن على انها هي مشروع ايراني داخل العراق. ماذا يعني برأيك مع اعتراف قادة من الأطار التنسيقي أن طهران أبلغت حكومة الكاظمي واتفقت معه يعني بهذا القصف، وماذا أيضا إذا تعني تصريحات الكاظمي بشأن رفضه الهجوم واستدعائه السفير الإيراني؟ سيد الإطار ماكو اثنين يشكون على أن هذا الإطار إطار فارسي ويعمل على المصلحة الإيرانية، أو الكاظمي يبحث عن تأييد إيراني لكي يبقى على رأس السلطة. وأنا أستبعد إيران أن تبلغ الحكومة في الضربة. أما السفير الإيراني فهو رجل حرس ثورة إيراني مقاتل من بداية الثمانينات، هو مقاتل وقاتل العراق، وهو مسؤول حتى على المنظمات الولائية اللي موجودة اليوم بالعراق، وخمسة من كبار ضباط الحرس الإيراني موجودين في الجادرية بعنوان مستشارين، وهم قادة هاي الميليشيات وقادة أعداد كثيرة من السياسيين العراقيين الموجودين في البرلمان العراقي. أقل تقدير كان على مصطفى الكاظمي طرد السفير الإيراني، أقل تقدير. أما أنه يتحاور مع السفير الإيراني فأعتقد هاي خضوع وخنوع من أجل أن يحصل على ولاية أخرى لرئاسة الوزراء. هل من الممكن أن هذا الهجوم الإيراني على أربيل يعني يمكن أن يجر العراق إلى صراع إقليمي كبير كما ذهب إلى ذلك موقع أكسيوس الأمريكي؟ الهجوم على أربيل فيه أكثر من رسالة. الرسالة الأولى للداخل الإيراني، أنت تعرف الإسرائيليين ضربوا الحرس الثوري أكثر من مكان داخل إيران وفي سوريا. ورادوا يطمئنون الإيرانيين على أنهم يجاوبون ويقدرون يطلقون الصواريخ، لكن أطلقوها على العراق. وبنفس الوقت هو تهديد لإقليم كردستان لإبعاد السيد البرزاني عن تحالف الصدر والسيادة. تهديد واضح، وعلى السيد البرزاني أن يعني يكون منتبه أن إيران من الممكن تجتاح كردستان العراق. يعني هذا هو الهدف الرئيس برأيك؟ أي نعم. وفي مخاوف يراقبوها المراقبين، إيران قد تعمل على الدخول او اجتياح كردستان العراق. من اجل ذلك يعني امريكا صرحت ان القصف الايراني يعني لم يهدد مصالحها، ودعت الى اجتماع لمجلس الامن لمجرد ادانه الهجوم الايراني على اربيل. الامريكان مصالحهم فوق كل شيء. الايران الامريكان ما تهمهم مصلحه العراق او مصلحه المنطقه. في شيء اسمه المفاوضات في فيينا، وعلى ذلك تعمل أمريكا صالح إسرائيل، ما يهمها الوضع العراقي ولا كردستان ولا المنطقة
وهي تشوف يعني بعينها ارهاب الحرس الثوري الايراني وارهاب الايرانيين والاذرع الايرانيه اللي امتدت بالوطن العربي. نعم. والى الان امريكا ما قدمت شيء. من مالمو اذن الباحث السياسي عبد الرزاق الحيالي، شكرا جزيلا لك.